السلام عليكم أعزائي المشاهدين. اليوم عندنا الحلقة الثانية بنعدوا فيها أكلة شعبية اللي هي المبطن. طبعاً المبطن سيد السفرة الليبية اللي ما فيش سفرة في شهر رمضان المبارك تخلى منها. طبعاً الشعب الليبي كله يحب المبطن وعنده شعبية كبيرة. يعني المهم عندنا خطوات المبطن سهلة جداً. عندنا طبعا احنا مجهزين الكيمة متاع المبطن. نبي نحكي على مكوناتها. مكوناتها اللي هي لحم مفروم، طبعا شوية تومة مفرومة، بصل مفروم مع عدنوس نفرموه على الناعم، حرارات، عندك شوية بزار، شوية فلفل، شوية ملح وفلفل أسود، المهم نخلق وطماطم حوكة، شوية معجون طماطم نتبلوهم بيه بحيث تبدا النتيجه عندنا، وشويه خبزه مرحيه وصفار بيض. الخبزه المرحيه باش تساعدنا ان لما نجو احنا نعبوا حشوه المبطن تساعدنا كيف تتعبى في المبطنه وتعطي حجم، وفي نفس الوقت تجي منظم شكل المبطن ومساوي، ما تقعدش اللحمه معانا تتفترش وتبهدلنا يعني في لما نبدو نقلو في المبطنه. لما نجهزوا كيمتنا عندنا البيض مفصول الصفار عن البياض، خلوا الصفار بروحه والبياض بروحه. عندنا خبزه مرحيه، عندنا دقيق، وطبعا البطاطا. البطاطا بعد ما نقشروا البطاطا نتاعنا تكون بالشكل زي هذا، موس حاد ديما خلي الموس نتاعك يكون بالشكل هذا، ما يكون حاد نتاعه. نفرموا بطاطتنا بالشكل هذا، طبعا في على شكلين تفورين، في اللي فورم فيها بالطريقه هذه نسمو فيه فم سمكه احنا زي الشكل هو هيك بالشكل هذا. طبعا تكون البطاطا مش غليظه هلبه ومش رقيقه بالشكل هو. هيك يكون عندنا البطاطا مفتوحه زي توا كلها ومفورمه جاهزه. نعبو زي توا الكيمه بتاعنا، ديما حاولي تطلعي بالكيمة للبرة، من الخلف يكون كمية الكيمة أقل من برة زي توا باش يبان منظر المبطنة أجمل. نساوي نسحبوا المبطن من الجناب ما نخلو شي طالع، طبعا زي توا زي ما تشوفوا هيك المبطنة هذا شكلها هيك جاهز معبية بالكيمة. أول خطوة نديروها هو إن احنا نغمسوا المبطنة بالكامل في الدقيق، نفضها من الدقيق زي توا تكون جاهزة، نحطها في صفار البيض ومن الصفار مباشرة نحطها على الخبز المرحية، وحاولي ديما تلبسها كلها باش تطلع مقرمشة وبنتها قالت. طبعا بالشكل هذا نستفو طبعا الأولى الثانية نجهزها زي هيك للقلي. بعد ما تكون هي جاهزة بالشكل هذا، جهز مبطني زي توا بالشكل هذا، لبست في الصفار البيض من الدقيق لصفار البيض للخبزة المرحية، نجهز مبطني هيك للقلي على طول. طبعا نحطوها في بياض البيض زي ما قلنا باش نلبسوا المبطنة كلها كاملة، ونزلها على الزيت يكون سخون طبعا الزيت متاعنا، والنار تكون هادية. طبعا النار المبطن ديما تكون نقصي في الغاز على الآخر باش تطيب البطاطا براحتها وما تطلعيهاش من الزيت تلقاها نيه. نزلوها في الزيت بالشكل زي هذا، وديما لما يكون المبطن مجهز زي توا هيك للقلي اسهل من انك تخدميها وتقعدي تغطيها هنا وهنا وهنا وتحطيها في الزيت، يتمسخ ايدك ويتمسخ الزيت تلقي روحك في لبكه انت في غنى عنها. يعني لبسوه كل المبطن بالشكل هذا ونزلوه للزيت على طول، ويكون الزيت ديما الكمية مغمورة فص الطاجين اللي نقلو فيه احنا. نقلب المبطن فص الزيت، نقص النار على الاخر بعد ما نحطه ونخليه يطيب عليه نار هادية. شوفوا كيف الزيت بتتهدى حرارته بعد ما نقصنا عليه الغاز. هنايا توا بالشكل هذا المبطن عندنا طايب ولونه ذهبي، طبعا اكثر من هيك ما تزيديش لون. بعادي بشوكه وملعقه تقدري تطلعي
صفي الزيت زي توا بالشكل هذا. ولاحظوا زي ما قلنا ان الزيت قعد نضيف معانا، ما فيش خبزه ولا نحرق. طلعوا بالقطعه، طبعا نكونوا مجهزين صحن فيه كلينكس باش لو فيه زيت زايد يمتصه. وبالشكل هذا يكون عندنا المبطن جاهز للاكل وصحتين وبالهنا عليكم. وهيك توا احنا نعتبروا كملنا طبق المبطن اليوم، وهذا نوع من انواع اللي احنا قلنا لكم اليوم جهزناه لكم، وان شاء الله نعدوكم باصناف اخرى نقدموها لكم خلال الشهر المبارك، وان شاء الله ينال اعجابكم يا ربي، وتكونوا استفدتوا من الوصفه اللي اعطيناها لكم.